يشير رئيس البرلمان المجمد يرفض المشاركة في أشغال الاتحاد البرلماني الدولي. هذا طبعا اتحاد عالمي يجمع كل البرلمانيين في العالم في الديمقراطيات خاصة. وكشف رئيس الحركة أنه يرفض خاصة مغادرة أرض الوطن. هو هذا يرفض لول. أم تم رفض طلب مغادرة الوطن؟ هذا جايين لأنه فما حتى وزراء طلبوا مغادرة الوطن لما أداء مهام معينة في الفترة الماضية. ومعلومات مؤكدة هذه تقول أنه رئيس الجمهورية رفضت مطلبهم بمغادرة تونس. يعطيك الصحة. الأخبار شو يقول زاد؟ يقول أنه رئيس الحركة ورئيس البرلمان المجمد فوض كل من أسامة الخليفي وسيد العيادي بتمثيله في الاجتماع هذا. أسامة الخليفي عن قلب تونس نذكره. موجود في باريس. أي موجود في باريس وفي مكتب المجلس المجمد، مكتب مجلس البرلمان المجمد، لكن ما عنده حتى صفة تمثيلية في البرلمان. غير طبعا صفته كرئيس كتلة قلب تونس المجمد. شنو اللي صار؟ مشى أسامة الخليفي فتحي العيادي للمؤتمر هذا. أسامة الخليفي ألقى كلمة وهو شنو قال؟ تونس كما تعلمون تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير عطل أهم مؤسسة من مؤسساته الديمقراطية الشرعية باعتراف الجميع وأولهم مؤسستكم العريقة، والدليل على ذلك وجود تونس كعضو فيها، وتم منع وتجميد صلاحيات البرلمان ومنعه من الانعقاد رغم ما ينص الدستور في طار فصل 80 منه، كما تم التضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل، وتم وضع العديد منهم تحت الإقامة الجبرية، جردوا من الحصانة، حكم البعض الآخر أمام محاكم عسكرية. وكل هذه الممارسات وغيرها يعد تعديا على الديمقراطية البرلمانية، وهو ما يفرض على النادي الديمقراطي الدولي التحرك بسرعة لمساعدة تونس على العودة السريعة إلى مسارها الديمقراطي والدستوري. كلام في الصميم، أما في نفس الوقت استقوى في بالأجنبي يقول البعض. كابتن خالد حسني، اليوم أسامة الخليفي اللي ما عنده حتى صفة لتمثيل رئيس برلمان مجمد وهو مازال في الخارج، مازال ما روحش، غادر أرض الوطن قبل 25، ما روحش من وقتها، واليوم يذهب إلى اتحاد البرلماني هذايا ويقول اللي قاله. اش مازال رينا غرايب، اش مازال رينا عجيب. شخصي علي الريح يا ذي. لا جنجون. جن الله خالد جنجون. لا الله جن. انا تغرمت تو بعد 3 أو 4 رابريت خرقي العادة، ولو كان رأي اخر فهمتي حتى هما. تفضل يا معلم. الكلمة التي القاها السيد اسامة ماهيش كلمة نتاع، مش حافظها، كتبوا هيل وعطاو هيل في التليفون يقرا فيها. نحب نذكر اي كتبوا هيل وعطاو هيل على الواتساب يوكوك واخطاء معناها نحويه واخطاء في التليجرام. التليجرام جيتوا على التليجرام فهمتي. دونك وش معناها الاخر؟ عايت الامريكان، هذا عايت البرلمان، هذا يقول له بسرعه ايجا يا شكون هما ذوما نتاع الديمقراطيه. يا سي اسامه يا اخي توجد عليك فما ديمقراطيه، انتم عندكم ديمقراطيه في البرلمان، دي ديمقراطيه الاغلبيه كلها ديكتاتوريه. يعني ما فهمتش انا وش يقول. الدفاع عن المؤسسات وعن المكتسبات يا ودي، الدفاع على تونس وش بيهم؟ قلبوا محرقهم العالم والديمقراطيه وما حرقهمش على البلاد وعلى التوانسه وعلى كذا. حب نقول لك وش قال انا سي اسامه في 18/8 بعد واحد، قال نحن نساند كل مطالب التونسيين المشروعه. وقد نبهنا كانه في المعارضه هو في الحكم، وقد نبهنا منذ مدة من خطورة الوضعية الاقتصادية، شكون كان سبب فيها، والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد، مشددا أن الحوار هو الحل. بعد شي يقول في الأخر، يقول كما أعتبر، مش وريك التناقض الكبير ومش كلمته، مش هو عمله تعمله هالو. كما أعتبر أن الرئيس أصاب بشأن الصورة التي أصبح عليها البرلمان. ما معنى هذا؟ الصورة اللي عليها البرلمان كما قال صافي سعيد، مش قال هو وجدت كل شيء في البرلمان إلا الوطن ونفسي. إيش مقعدك فيه يا سي سعيد؟ ينبدل اللحية بلحية تقريبا. أسامة الخليفي يعارض نائب من قلب تونس فؤاد ثامر، ويعلن اليوم الصباح على إيفا من ذكر اللي هو استقال من طبعا من الحزب بالخارج، من الحزب، يقول على خلفية تصريحات الخليفي. ما تأثير هذه التصريحات او هذا حتى المجلس الاتحاد البرلماني الدولي على السياسات نتاع الدول القويه والعظمى اللي تنجم تاثر على تونس يا حاتم؟ انا من لو اول ما سمعت الخبر راكر لا رياكسيون عاطفيا نتقلق اشاك فوا حد يشكي
ببلاده البرا يستقوى. مازلنا في البروسيس، مازال ماهوش قطعي، ما ريناش مشانق، ما ريناش حتى حد شد الحبوسات الا لقضايا قديمه كل شيء، معناها ما نجمش نستبق ونحكم ولا هو نفهم الوجيعة نتاعو، لو فات اللي تم تكليفه بالمهمة هذيا مش سهلة معناها، وقبل دونك يتحمل مسؤوليته السياسية، يتحمل مسؤوليته الاجتماعية الأخلاقية، يتحمل مسؤوليته التاريخية، خاطر نهار آخر باش تكون فماش أخلاقيات في السياسة ودي الناس تفلح. الحاجة الأخرى باش نعطيك، سامحني، الواقع ممكن ما فيهوش، أما المفروض أنه يكون فم، وأنه نتحاول باش يكون فم. إذا وصلنا للحالة اللي إذا وصلنا ل 25 سيكل أخلاقيات السياسية كانت شبه منعدمة. أما هاني باش نعطيك بالعقلانية، أنا اليوم الصباح شوية هكا بعد ما دوشت خممت في الحكاية، يعطيك الصحة، جيل دوش فرشكني، قلت طيب جاي من برا حتى عندنا جيل دوش تستقوى من برا، جيل دوش بتاع تونس عندنا، لا والله نعمل بيه، لا والله لا 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 والله لاني مش تسمح، سامحونا قوس ونرجعوا بعد تونسي يا ودي، لا لا يعيشك، لا وليت تفل حمام لسه من برا لسه فلاجيلاسيون جلد الذات هذا المستمر، سامحني في هذه بالذات، لا ما نرجعوا له ميساج فلاجيلاسيون، اسمعني دونك قلت هو وجوده وقراءته للنص في البرلمان تكذيب لما قاله، اذا هو موجود غادي ومستدعيين والرئيس البرلمان ما حابش يمشي لاسباب شخصيه واظن صحيه وسياسيه، خاطر سي مال فيو راجل غنوش يخرج من تونس، لا لا هوش نرجع مع بعضنا ومشيوا وقال كلمته وما صارش حتى حتى بيان من رئيس الجمهوريه، ما بات هذايا دليل يكذب اللي قالوه. باي حق يقرر راشد الغنوشي انه يمثلوا زوز نواب غير ممثلين في الهيئات التمثيليه للمجلس ما عدا المكتب المجمد يا بديع؟ فما واحد منهم خرج من تونس النواب هذوما؟ بون يقولوا انه فتحي العيادي نعرفوه هو قيادي في حركه النهضه في بالنا كان في تونس، ما عنديش خبر مؤكد، نعرف الخليفي في فرنسا تو من مده يدخل في صغار برشا بيناسيونورا. اي ممكن اي، لانه اللي نعرفه انا واللي متاكد منه واستقيته من مصادر مقربه جدا من الرئاسه، وانه اللي يتولوا مناصب عليا في الدوله الكلهم يمروا برئاسه يقدموا طلب في حاله حتى في مهام رسميه في اطار شغله، معناه وزير مثلا ماشي في مهمه رسميه يقدم طلب ومتاكد، فما وزير متاكد من المعلومه هذه، مانيش نقول خذيتها من رئاسة، خذيتها من محيط تخوف وليت يا بديع، من محيط الوزير، وانه تم رفض سفره لاداء مهام رسميه في صلب الوزاره اللي هو يتقلد المنصب نتاعها. دونك معناها نتصور انا في الكام تاع راشد الغنوشي ربما رفض او ربما كان يعلم انه سيتم رفضه او منعه من السفر، فبالتالي حفظا فوالا لماء الوجه ما يظهر لي معناها الخيار الصائب كونه ما مشيش، معناها زاد هما مش تولدوا البارح، ناس عامله مكارته في السياسه، يعرف اللي التبعات نتاع خروجه والسفر نتاعو وبوتاتر زاد لا وظهوره غادي مش يخدم صورته بتاتا، لانه فما امكانيه انه ترجع الامور، خاطر ماك تعرف الاحداث متسارعه وكل شيء متوقع في تونس، معناها حسب ظننا انه كان ممنوع من السفر راشد الغنوشي وانه حب يتجنب ممكن كل مشهد نتاع 25 في الليل قدام البرلمان، ما ظهر لي كان فما منع ولا اقامه جبريه، فماش اقامه جبريه، لا اقامه جبريه مؤكد، لا منع السفر قريب، معناها محمد الثاني تحركاته يوميا، معناها فما حمايه امنيه اكثر من العاده، زاد اي اكثر من العاده بيان سور، اخي قلعوا بلايك معناها اللافتات تاع النهضه، ما نجمش خلي رئيس الحزب معناها نذكر بتصريح من الرئاسه يقول فيه وليد الحجام ولينفي قطعيا تحجير السفر على كل المحامين، هذا ما فماش منه مثلا على السياسيين، هذا اللي في بالنا به. 28 دقيقه مواصلين يا جماعه، بعد شويه نوصلوا لحديث حول السيناريوهات وخريطة الطريق وورقة الطريق، شنو اللي ممكن يصير في الفترة الجاية؟ يعطينا الجواب الأستاذ أمين محفوظ، يقول من المرجح أن يحل الرئيس البرلماني ويكلف لجنة لصياغة دستور جديد، هذا اللي باش نحكيو فيه بعد شوية. أي نعم فما إمكانية أن الأمور تتطور في الفترة القريبة القادمة، الجواب من بعد لانفو إكسبريس كالعادة مع أنيس المكشاح، ومن بعد زاد أخبار